بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بشرح هذه الدروس المهمة للأمة، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فيما مضى أرسل أحد الإخوة سؤال عن ما قرأناه في المتن، استفسر يا شيخ صالح عن الراجح في صلاة الفرد خلف الصف منفردا وأقوال العلماء، وهل لو صلى خلف الصف وقد اكتمل الصف تبطل صلاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. لا يجوز للفرد أن يصلي خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وفي مرة ثانية رأى رجلا يصلي خلف الصف قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، فإذا جاء والصف متكامل يحاول أن يدخل في الصف، فإن لم يجد فإنه ينتظر حتى يأتي من يصف معه خلف الصف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. من فاتته صلاة الجماعة جاء متأخرا بعدما صلى الإمام، بعدما سلم الإمام، فإنه ينتظر، إن كان يظن أن خلفه أحد أو يعلم أن خلفه أحد سيأتي ينتظره حتى يأتي فيصلي معه. وإن قام أحد من المصلين وصلى معه فقد عمل بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة وجاء متأخر قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. نعم. ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، إذا جهر الإمام بالقراءة فإن المأموم ينصت ولا يقرأ، والإمام يقرأ لهذه الآية، وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: نزلت هذه الآية في الصلاة، فلا يقرأ والإمام يقرأ ويجهر. أما في الصلاة السرية كالظهر والعصر فلا بأس أن المأموم يقرأ، لأنه لا يسمع قراءة الإمام، فيقرأ لنفسه. نعم. وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم. تسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام كالظهر والعصر، فإنه يقرأ، المأموم يقرأ، وإن كان الإمام يقرأ سراً فالمأموم أيضا يقرأ لزوال المانع وهو التشويش. نعم.
وهذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. يعني أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. جاء في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. نعم. يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر به خروجا من خلاف. أكثر الصحابة والتابعين يرون أنه لا بأس أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية فيما أسر به الإمام لزوال المانع وهو التشويش. نعم. ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف. نعم، المأموم لا يسابق الإمام ولا يشاركه، وإنما يأتي بعده في التكبير وفي سائر أعمال الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. نعم. فإن وافقه كره. فإن وافقه يعني وافق الإمام، لم يسبقه ولكنه وافقه، يكره ذلك أيضا، فينتظر حتى يفرغ الإمام ثم يقرأ. نعم. وتحرم مسابقته. تحرم مسابقة الإمام في تكبير وفي القراءة وفي، لأنه مأموم، والمأموم إنما يأتي بعد إمامه فلا يسبقه ولا يوافقه، وإنما يكون بعده. نعم. فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده. أما لو ركع أو سجد سهوا أو جهلا ثم علم، فإنه يرفع من ركوعه أو سجوده ليأتي به بعد إمامه. نعم. فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. فإن لم يعلم بأن يأتي بأعمال الصلاة بعد إمامه، شاركه أو سابقه عالما بأن ذلك لا يجوز ومتعمدا، فإنها تبطل صلاته. نعم. وإن تخلف عنه بركن فلا عذر. فلا عذر. إيه، بلا عذر. إيه، أكمل. وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة أو عجلة إمام فعله بعده ولحقه. نعم، إذا سبق إمامه أو شاركه بلا عذر من نوم أو غفلة فإنها تبطل صلاته إذا لم يأتي به بما سبق به إمامه بعد إمامه، ولا يعتد بما سبق به الإمام أو شارك به الإمام، بل يأتي به بعده، فإذا تعمد ذلك بطلت صلاته. وإن كان لم يتعمد هذا فإنه يعذر بمسابقة إمامه، ولكن يستدرك ويأتي به بعده. نعم. وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها. نعم، إذا تخلف عن إمامه لعذر من نوم أو شاغل شغله حتى فرغ إمامه من ذلك الركن من الصلاة، فإنه يأتي به بعده وتصح صلاته. نعم. وقضاها بعد سلام الإمام. وإن تخلف عن إمامه بركعة، نعم، فإنه يتابع إمامه فيما بعدها ويأتي بما سبق به إمامه بعد ما يسلم الإمام. نعم. ويسن له إذا عرض عارض
لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. يسن للإمام إذا عرض للمأموم عارض يقتضي خروجه من الصلاة فإن الإمام يخفف الصلاة من أجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل، فإذا سمع بكاء الصبي فإنه يخفف الصلاة رحمة بأمه. نعم. ويكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. يكره للإمام سرعة تمنع المأموم من أداء السنن في الصلاة، كراهية تنزيه، يكره كراهية تنزيه. نعم. شكر الله لكم يا شيخ صالح على ما شرحتم في هذا المتن. بقي جملة من الأسئلة نرجوها إن شاء الله إلى الدرس القادم في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. شكر الله لسماحته وشكرا لفريق العمل في هذا البرنامج. نذكر الإخوة والأخوات بأسئلتهم واستفساراتهم على هذه الدروس المباركة، ونشكرهم على تواصلهم معنا. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.